هي هتافات أنصار شبيبة القبائل بعد الفوز المستحق على الوصيف وفاق سطيف ومحو عقدة دامت 22 سنة على ملعب 8 ماي، زيادة على تضييق الخناق على أبناء عين الفوارة في الصراع على المركز الثاني. والحمد لله راني تي بياك وسونطري وين 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 قدرنا نربحوهم، وحين لبت موراي تاع 22 ما ربحناهمش هنا مع الستاف تكنيك كاع ولمينا كاع الشغل درنا كاع لي زيفور تاعنا. الحمد لله يا ربي اللي وفقنا ونمر ربحنا بالاداء والنتيجه. وبالعوده الى اجواء المباراه، جاءت بدايه الشوط الاول كالصاعقه التي عصفت بدفاعات النسر الاسود، اذ لم تمضي سوى 10 دقائق أين ظهر اليساري بن شريفة بتوزيعة مثالية ناحية القناص إيبوسي الذي ارتقى فوق الجميع برأسية جميلة هز بها شباك الحارس خديرية. رد الوفاق تأخر إلى غاية الدقيقة 23 بتسديدة بالعميري التي جنبت القائم الأيسر للحارس مزاري، ولم تكن تسديدة فراحي لتأتي بالخبر السار لأبناء عين الفوارة، وانتهى على إثرها الشوط الأول بهدف يتيم للكناري. النسر الصيفي حاول التحليق كالعادة بضخ دماء جديدة بدخول جورمي والعقب دفعة واحدة، ففي الدقيقة 67 وبلمسة حاسمة مرر هذا الأخير كرة مثالية للماكر الصغير بالعميري الذي روض وسدد، لكن القائم العلوي أدار ظهره للوفاق. ولم تشفع مخالفة العقب المباشرة أمام تألق الحارس مزاري الذي حافظ على نظافة شباكه. وفي الدقيقة 76 عادت عجلة أبناء جرجرة للعمل من جديد، ومن مخالفة أرضية من كاماليس لاصطدمت بالدفاع عادت إلى رياح الذي لم يتوانى في إسكانها الشباك، معلنا بذلك فرحة هستيرية لجماهير الشبيبة التي تنقلت بقوة إلى الهضاب العليا رغم قساوة الطقس. ولم ينتظر الحكم بشاري الكثير ليعلن نهاية المباراة، ومع تبخر أحلام الوفاق باللحاق بالمتصدر اتحاد العاصمة في عزفه المنفرد، بل بات أيضا مهددا بخسارة المركز الثالث من قبل شبيبة القبائل الذي ضيق عليه الخناق بفارق النقاط الثلاث. عموما ظن أن نستحق الفوز بتحكمنا لمساحة اللعب، لفرضنا نوع من الضغط الأمامي على الخصم في الاسترجاع، سجلنا في أوقات حساسة سواء في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني. احنا ضيعنا في لقطتي بالعميري في الشوط الاول والشوط الثاني، كانت على الاقل كنا نعودوا في الشوط الاول بلقطه بالعميري وجه لوجه مع الحارس، وخاصه الشوط الثاني كانت عنده اللي ضربت في العارضه هي كره قدم. احنا ما اديناش لمباراه كبيره،